السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين ومشتركات قناة تيكي تاكا، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تحليل مباريات الدوريات الأوروبية والعالمية. لو أنت مشترك في القناة انزل اعمل لايك للفيديو، وأنت لسه مش مشترك انزل اعمل سبسكرايب للقناة عشان يجيلك كل جديد من تحليلات المباريات الدوريات الأوروبية والعالمية. مباراة النهاردة، عندنا مباراة النهاردة في الدوري الإسباني بين فريق برشلونة وفريق سيلتا فيجو. كانت مباراة صعبة، كانت بتلعب المباراة على ملعب فريق نادي سيلتا فيجو، هو ملعب بالايدوس. يعني الملعب ده من الملاعب الرخمه قوي اللي انا ما بحبهاش، اللي اي فريق بيروح بيلعب هناك بيبقى بيواجه صعوبات، بيواجه مشاكل، بيواجه ضغوط، بيواجه حاجات صعبه جدا. الملعب تقيل جدا على اي فرقه بيروح هناك. يلا خلينا نشوف النهارده ايه اللي حصل. المباراه النهارده كانت في الاسبوع ال 32 من الليجا الاسبانيه، الليجا الاسبانيه خلاص اشتعلت بقى، وبقى دخلنا في الاجواء الحماسيه ودخلنا في المباريات الاخيره. زي ما قلت المباراه النهارده كانت في الاسبوع ال 32 من الليجا الاسبانيه، بتقرب خلاص الليجا الاسبانيه على نهايتها، فاضل خمس مباريات والليجا الاسبانيه تنتهي. برشلونه فاضل له مباراه صعبه اللي هيقابلها اتلتيكو مدريد، فاضل له ريال مدريد الكلاسيكو مع ريال مدريد، وهيفضل الصراع قائم، هيفضل الصراع قائم من وجهة نظري لغاية المباراة الأخيرة بين برشلونة وبين ريال مدريد. دي كانت مقدمة سريعة حوالي إن احنا نغطي بيها أحداث اللقاء، يلا بينا نروح نشوف التحليل بتاع المباراة. في البدايه خلينا نتكلم عن التشكيل والخطه بتاع احداث اللقاء. يلا بينا نروح على الوايت بورد نشرح خطه وفرقه وطريقه كل فريق. بيلعب اوسكار جارسيا النهارده بطريقه 3-5-2، روبن بلانكو في حراس المرمى، قدامه 3 سنتر باك، ايدو وجورج واروخو، هاف رايت كيفن فاسكيز، هاف ليفت جاكوبو، 3 ديفندر في نص الملعب سواريز واوكايا كوسلو ومينديز، 2 سترايكر اسباس واسمولوف. كيكي سيتيان دخل احداث هذا اللقاء بطريقة 4-3-3، ديرشتيجن في حراس المرمى، قدامه 2 سنتر باك بيكي وانتيتي، هاف ليفت جوردي البا، هاف رايت سيميدو، 3 في نص الملعب فيدال وراكيتيتش وروكي بوك، 3 سترايكر ميسي وسواريز وفاتي. خلينا نبتدي برشلونه النهارده. الفريق الزائر دخل احداث اللقاء في المركز الثاني برصيد 68 نقطه. برشلونه بيلعب بطريقه 4-1-4-1، الطريقه المفضله بالنسبه لي ودي اللي بنحبها، وكيكي سيتيان هو الطريقه دي هي اللي بيحبها، هو بيحب يلعب بيها وشفناها طبقها حلوه قوي مع فرقه ريال بيتيس. برشلونه جاب ان هو يحاول يطبقها. النهارده برشلونه كان عنده مشاكل، النهارده في غياب بيسكويتس كان عنده انذارين، كان عنده ديونج في اصابه، فحاول النهارده كيكي سيتيان ان هو يحل المشاكل دي ويدخل في قلب الملعب زي ما قلنا في التشكيل احداث اللقاء، ان هو يدخل راكيتيتش هو اللي قام النهارده بدور السنتر ميدل. قدامه كان بيلعب النهارده اللاعب ارتور فيدال، وكان قدامه اللاعب الشاب ريكي بوج. فيعني هنشوف برشلونه في احداث هذا اللقاء، هل الثلاثه بتوع قلب الملعب هم دول اللي كانوا بيقوموا بالشغل وبيقوموا بنقل الفرقه وبنقل الفرقه لقدام؟ المنطقه دي منطقه حلوه جدا يعني في فريق برشلونه، تعودنا منها ان هي اللي تعمل لنا التيكي تاكا عن طريق كان شافي، كان زمان كان انيستا، كان موجود زمان يا توريه، مع المدربين اللي اشتغل معاهم كتير كان بيب جوارديولا وكان لويس انريكي. نص الملعب متعنا في المباريات القديمه مع المدربين اللي انا قلت عليهم. هنشوف النهارده برشلونه هيعمل ايه بعد هذا اللقاء. كيكي سيتيان النهارده كان عنده مشكله ثانيه، كان جريزمان اللي كان بيلعب في مباراه اتلتيك بلباو ما اداش المباراه اللي فاتت، وزي ما شرحت في تحليلي في مباراه برشلونه واتلتيك بلباو ما كانش في انتاج، مش حتته، مش لعبته، مش مركزه، ما قدرش ان هو يعمل اي شغل خالص. فالنهارده لعب على حسابه فاتي، يعني فاتي دريبلينج سريع، بيروح على الجون، بيهدف، بيراوغ، بيعمل شغل حلو، يعني انشط في الحته دي من جريزمان. زي ما انا قلت في تحليلي في اللقاءات والمباريات اللي فاتت ان في الحته دي كانت بتميز برشلونه، كان بيلعب فيها رونالدينيو، كان بيلعب فيها تيري هنري، كان ساعات سامويل ايتو بيلعب فيها، فكانت بتميز في كان لما جه نيمار كانت بتميز برشلونه الحته دي. فطبعا من ساعه ما مشي نيمار في الميركاتو ما جابوش اي لعيب يلعب في الحته دي زي مبابي زي اي فريق سريع، فبيواجه فعلا برشلونه مشكله السيزون ده ان هو في الحته دي بالذات، فجريزمان ما قدهاش، فتي يعني بيحاول لسه شاب صغير لسه عايز شغل وعايز يشتغل كتير طبعا. فكيكي سيتيان كان بيواجه المشكله دي في المباريات اللي فاتت، النهارده نزل فتي، خلينا نشوف هيعمل ايه فتي في احداث هذا اللقاء. سيلتا فيجو صاحب الارض والملعب والجمهور، المدرب اوسكار جارسيا جددوا امبارح النادي عقده لمده سنتين قدام. دخل النهارده بطريقه لعب 3-5-2 زي ما شرحت في الوايت بورد. طبعا كان داخل يعني حاول ان هو يقفل الملعب على فريق برشلونه، عنده مفاتيح لعب كتير فريق برشلونه. زي ما قلت ان هو بيلعب على 2 اتاكينج، كان ارتور فيدال وكان بوج، فحاول ان هو يقفل، عايز يقفل على ميسي، عايز يقفل على سواريز، عايز يقفل على
فاتي، فحاول ان هو يلعب بطريقه 3 5 2 بحيث ان هو يقفل نص الملعب ويقفل المنطقه الدفاعيه بتاعته. فخلينا نشوف هل الطريقه دي هتنفع معاه ولا لا، وخاصه ان هو هيلعب على كاونتر اتاك، عنده اثنين حلوين جدا قدام سمولوف ودياجو اسباس. فخلينا نشوف، عايز يستغل بقى يعني يخلص الماتش ويخطف. فخلينا نشوف، هل الطريقه دي هتنفع معاه وهتعمل شغل في احداث هذا اللقاء ولا لا. ابتدى احداث الشوط الاول فريق برشلونه، لا الشوط الاول كان فريق برشلونه كان نشطه جدا في الشوط الاول، وكان مختلف تماما عن فرقه ماتش مباراه اتلتيك بالباو. لا كان في سرعه، كان في حركه، كان في نقل ملعب، شفنا لا في 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 تحركات بدون كوره، شغل اتعمل من كيكي ساتين الشوط الاول كان كويس جدا، ادى حريه حركه من سميدو، ادى حريه حركه لجوردي البا، شفنا ارتورو فيدال وشفنا بوج ان هم بيخشوا في قلب الملعب، وكان في كذا فرصه خطيره جدا لفريق برشلونه. زي ما قلت التحركات والاحداث والحاجات دي لغايه الدقيقه 19 من الشوط الاول، جت ضربه حره لصالح ليونيل ميسي، لعبه حلوه جدا جدا ليونيل ميسي. كل توقع ان ليونيل ميسي طالما ضربه حره بره منطقه الجزاء، ميسي يا اما يلعبها من تحت الحيطه او من فوق الحيطه او يعمل واو تخش كده، من مميزات وحاجات ميسي الحلوه. ولكن فاجئنا من ليونيل ميسي ان هو لعب الكوره كله يعني كان متوقع ان ميسي يعني هيشوطها، ولكن لعب الكوره لصالح اوفر لصالح سواريز اللي كان فاضي خالص وخالي، وقدر ان هو يلعبها هيد، وكان شاطها كانت صعبه جدا على الجون، قدر ان هو يحرز الهدف الاول لفريق برشلونه. فلت احداث الشوط الاول كده، كان في سرعه، كان في حركه، كان في نقل. فلت فريق سيلتا فيجو يعني كانت خايفه شويه، كان في رهبه شويه يا دوب، بس كانت في نص ملعبها، الكاونتر اتاك ما كانش بيتم بطريقه سليمه. سمولوف وتحركات اسباس يعني هم كانوا بيشتغلوا من ناحيه اليمين، ناحيه الشمال كان فيها داني سواريز ما قدرش برده يعني الشوط الاول يعمل اي حاجه. زي ما قلت سمولوف واسباس كانوا خطرين جدا، وكانوا بيقلقوا شويه يعني مش بدرجه كبيره في ظهر بيكي وفي ظهر اونتيتي، ولكن يعني ما كانش في اي خطوره من صالح سالتا فيجو على برشلونه في احداث الشوط الاول. برضو السرعه والنقل والحركه بتاعت فريق برشلونه قدر يعني انفذت احداث هذا اللقاء على نفس الوتيره لحد الدقيقه 39 لغايه لما دخل ميسي في هجمه جميله جدا بسرعته، قام حطها كده ارتو، ولكن كانت يعني علت سنه فوق القائم، وكانت صعبه ان هي تيجي يعني جون. وانتهت كده احداث الشوط الاول بتقدم فريق برشلونه 1-0 على فريق سالتا فيجو. هيعمل ايه بقى جارسيا الشوط الثاني؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، وهيقدر يدي التعليمات اللي هيديها للاعيبته، بحيث ان احنا ما شفناش اي حاجه من فريق سالتا فيجو في الشوط الاول. خلينا نشوف ايه التعليمات اللي هيديها، هل هينشطهم بقى ويحركهم بين الشوطين؟ ده اللي هنشوفه في الشوط الثاني. الشوط الثاني ابتدت احداث الشوط الثاني، نادي سالتا فيجو لا المدرب اوسكار جارسيا نشط فرقته، صحصح اللعيبه كده بلغه الكوره في روقها، وقال لهم لا لازم يبقى في دريبلينج، لازم يبقى في حركه، لازم يبقى في سرعه، لازم يبقى في تحرك بدون كوره، لازم يبقى في وان تاتش وان باس. وانت عمل حاجه حلوه جدا، عمل حاجه جدا في بدايه الشوط الثاني، ان ادى تعليمات للعيبه لازم تعمل بريس من قلب في قلب ملعب فريق برشلونه، ما يخليش بيك ان هو يحضر، ما يخليش اونتيتي ان هو يحضر، ما يخليش سميدو، ما يخليش البا ان هو يحضر، لان الشوط الاول زي ما انا شرحت وقلت ان كان فيه تحرك بدون كوره حلو جدا في برشلونه وسرعه، وكان سميدو كان بيتحرك، كان جوردي البا كان بيتحرك. فلا قال لهم لا ان لازم ان احنا ما نخليهمش اصلا يطلعوا بالكوره، لازم ان احنا يبقى في بريس في قلب الملعب، ما نخليش الاربعه دول هم يحضروا ولا يعملوا اي حاجه. وبالفعل بسرعه جدا في الدقيقه 49 قدر اللاعب الديفندر بتاع فرقه سالتا فيجو هو اوكاي ياكوسلو ان هو ياخد الكره ويتوغل بيها ويلعبها لصالح سمولوف، قدر سمولوف ان هو يلعبها ويشوطها، كانت المرمى خالي، واحرز فعلا الهدف الاول لفرقه وصالح في نادي سالتا فيجو. بعد الهدف ده نشط بقى خلاص فريق سالتا فيجو، بدا يمسك كرة وبدا ينقل الملعب، وزي ما قلت ان هو كان ضاغط على فرقه والاربع باكات بتوع برشلونه. الضغط ده كلفه بقى فريق برشلونه، عندها لعيبه خبره، عندها لعيبه مهاريه، عندها ليونيل ميسي، عندها فاتي، عندها سواريز، لعيبه بتلعب بدون كره حلو جدا ولعيبه دوليه، فقدر ان هو يستغله من عن طريق ميسي كره حلوه جدا اتلعبت لعيبه لصالح سواريز. سذاجه المكسيكي اروخو قدر لويس سواريز ان هو ياخده في ظهره، وقدر ان الكره تعدي من قدام ويشوطها بشماله، وكانت صعبه جدا على الحارس روبن بلانكو. بكده يحرز فريق برشلونه الهدف الثاني، تصبح النتيجه 2-1 لصالح برشلونه. بعد الهدف الثاني لصالح فريق برشلونه، اوسكار جاسيه عمل تغيير حلو قوي، نزل لعيب البرازيلي رافينيا، لعيب بدريبلينج مهاري سريع بيقدر يستلم تحت ضغط، قدر ان هو يشغل زمانه، اشتغل حلو قوي من جهه اليمين مع فاسكيز، عملوا جبهه حلوه قوي الاثنين مع بعض بالفعل يعني، واستغل طبعا سذاجه وخطا كيكي ساتي اتاخر قوي في تغييراته، نزل برايد ويت ونزل ارتور، كانت يعني ما قدروش ان هم يعملوا اي حاجه ولا يصنعوا اللعب ولا يحضروا، كانت تغييرات متاخره جدا. بالفعل استغل رافينيا ونقل ومحدش قدر يمسكه، لعيب مهاري دريبلينج سريع محدش عارف يمسكه ولا حد عارف يعمل معاه اي حاجه، من خاصه راكيتيتش خاصه
ارتور فيدال وبوب محد مش قادرين عليه، لعيب سريع ومهاري ما حدش يعني قادر يقطع اي كوره منه. بالفعل في الدقيقه 88 كانت ضربه حره من ناحيه الشمال، دخل اسباس اللعيب الجميل قوي حطها يعني بطريقه ممتعه وشيقه وجميله جدا، عملها واو ورا الحيطه. دير الشتيجن ما اتحركش، دير الشتيجن واقف ما اتحركش، كانت صعبه عليه جدا يعمل فيها اي حاجه. وفرح بقى الجماهير نادي سالتا فيجو، فرح المشاهدين في ملعب بالايدوس، وكافئ مدربه اوسكار غارسيا اللي هو قدر بتغييره الجميل بتاع رافينيا ان هو يخلص ويقدر يحضر الهدف الثاني لصالح فرقه سالتا فيجو. فضلت احداث اللقاء بالشكل ده، حاول بقى خلاص، كان الدقيقه 88 صعبه جدا فرقه برشلونه انه يعمل كامباك ويرجع ثاني ويحضر الهدف الثاني، خاصه ان هو بينافس على الليجا الاسبانيه وعايز بقى يعني مش عايز يفقد اي نقطه، خاصه ان فرقه ريال مدريد فرقه فايقه، ريال دي زيدان مفوق فرقته بطريقه حلوه جدا، فبتهيألي يعني زيدان في المباراه القادمه مش هيفقد اي نقطه. لحد دي 94 كان انفراد، كان يعني هيجي هدف قاتل يقتل اللقاء على فريق برشلونه، وكان هيجيب صدمه لجماهير برشلونه. دخل ناحيه اليمين داني سواريز لعبها لنوليتو، شطها يعني بطريقه ساذجه جدا وقلشت من بطن رجله، دير شتيجن قدر ان هو يطلعها، كانت سهله جدا بالنسبه له. بس الهدف ده لو كان جا كان هيبقى هدف قاتل، وكان هتبقى صدمه لجماهير برشلونه، وكان بالنسبه لي كان هيبقى المباراه انتهت لسالتا فيجو، كان هيبقى ضياع للليجا الاسبانيه لفريق برشلونه. وبكده انتهى احداث اللقاء 2-2، وكان يعني ملعب صعب، ملعب بلايدوس، وفريق برشلونه عشان تطلع من الملعب ده كان يعني محتاج شغل اكتر من كيك سيتي، وان هو تغييراته متاخره اللي اثرت على احداث اللقاء، وما كانش فيه اي نتيجه. برايد ويت ما اثرش، ارتور ما اثرش، يعني نزل بعد كده جريزمان ما شفناش منه اي حاجه، فبالتالي كان ملعب صعب وما قدرش برشلونه ان هو يطلع ولا يخلص اللقاء، وبتنتهي النتيجه 2-2. وفعلا النتيجه نتيجه مستحقه جدا جدا، بتكافئ بيها اوسكار جارسيا اللي هو ادار اللقاء بحنكته بتكتيكه المميز. كده انتهى احداث اللقاء 2-2 بين الفريقين. بيرتفع بيها رصيد برشلونه 69 نقطه، بيحتل فيهم المركز الثاني، وسالتا فيجو برصيد 34 نقطه. يعني خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل بكره في ماتش ريال مدريد، خلينا نشوف هيعمل ايه بكره، يعني وبكده بتشتعل بقى تاني الليجا الاسبانيه. بكده انتهت حلقتنا النهارده، وفي الختام سلام.